السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بصوا احنا عملنا الست اهم ما شاء الله زي الفل زي ما قلنا لكم. بصوا جمال ازاي، وده اللي في النص اللي احنا كنا عاملينه بالعجينة اللي كان فاضل حتة صغيرة حطينا عليها شوية دي وعملناه، يعني طلع رغيف كمان لوحده. بصوا ما شاء الله، بصوا ست رغيف. على فكرة الستة دول المعلومة اللي انا هقولها لكم والله العظيم وحياة ربنا، دول كلهم من كيلو دقيق، وحتى الزلابية برضو من كيلو دقيق، والله ما كيلو ونص، كل ده كيلو دقيق واحد. على فكرة لو انت عايز تعملي حاجة هتعمليها، بس انا كنت خايفة ان يطلع مش مظبوط، لكن الحمد لله كلهم طلعوا زي الفل. بس الرغيف كمان ما شاء الله مش صغير، يعني حلو وخفيف على فكرة، مش تقيل. بصي جميل زي الفل. بصي الله اكبر، بس انا قطعت لك حته كمان عشان تشوفيه. بس العيش جميل، خد اللقمه منه ابيض زي الفل، جميل لقمه في منتهى الجمال. بس لما تبقي عامله كل يوم حاجه زي كده طريه تاكليها مع حبه ملوخيه مع اي حاجه مع شويه مسقعيه، هو مش هيقول لك لا، مع الباميه ام جمعه جميل برضه مع الباميه الفرد، بجد احلى عيش. كيلو دقيق عملنا ست رغيف عيش، وعملنا كمان الزلابيه بالشربات وبالسكر البيض، بجد احلى حاجه تعملي حاجتك في بيتك وبالسهوله وبكل بساطه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.